نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب برضو نعرف النادي الاهلي بيعمل ايه في ملعب المباراه. طبعا بعد ما انهى الحكم الليتواني المباراه بعد انسحاب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي. فاروق اتفضل. كل التحيه مجددا ليك يا كابتن اسلام وللكابتن شريف عبد المنعم وللكابتن احمد بلال. عقب اطلاق حكم اللقاء جت ميناس اسافرته معلن نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي وانسحاب نادي الزمالك امام النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام تقسيمه عملها مستر ريني فايلر، ويعني اعتقد يا كابتن اسلام التمرينه كانت يعني في اللي احنا شايفينه دلوقتي في ارض الملعب كانت اقوى بكثير جدا من المباراه وانك تواجه نادي الزمالك. مران قوي جدا، تقسيمه قويه جدا عملها مستر ريني فايلر ما بين الفريقين. يعني في الاثناء والوقت اللي بكلم حضرتك فيه حاله من التالق من علي معلول والتفاهم والانسجام ما بينه وما بين ولا لو زعتوا لنا الماتش ده هيبقى حلو برضه. نعم يا كابتن اسلام. بقول لك لو زعتوا لنا الماتش ده هيبقى حلو يعني. يعني ممكن ازيدك يا كابتن اسلام التقسيمه اللي شغاله دلوقتي شايف زي ما بقول لحضرتك في تالق، وادي تمريرات مره ثانيه من الكابتن من اسلام الوليد اللي محمود متولي الجانب الايمن لمحمد مجدي قفشه. قفشه هيلم وهيعدي يعلق يلعب العرضيه، لكن التغطيه الدفاعيه والتالق من ايمن اشرف زي ما بقول لك يا كابتن اسلام. يعني تقسيمه قويه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي مستر ريني فايلر والجهاز المعاون فضل ان يكون في تقسيمه بهذه القوه ما بين الفريقين. زي ما قلت لك في تالق من جانب وليد سليمان ومع علي معلول مع حسين الشحات مع ايمن اشرف ومحمد مجدي قفشه، ايضا علي لطفي ومحمد شناوي شاركوا كجزء من في التقسيمه يعني كلاعبين في ارض الملعب. شفنا محمد شناوي كان بيلعب بجوار محمود متولي. خليني برضه اقول لك من النقاط المهمه جدا مستر ريني فايلر حريص انه يكون في مؤتمر صحفي لمستر ريني فايلر يا كابتن اسلام عقب انهاء انتهاء التقسيمه اللي انتهت حالا يا كابتن اسلام. انا بكلم حضرتك تقسيمه تم انتهاء التقسيمه لان النادي الاهلي خلاص بتتوجه لغرف خلع الملابس. مستر ريني فايلر هيكون متواجد في تمرين في المؤتمر الصحفي، يعني هيبقى ليه حديث مع الزملاء الصحفيين والاعلاميين. نقاط مهمه جدا ايضا يا كابتن اسلام، النادي الاهلي هيستانس مرانه غدا تمام الساعه 1:30 ظهرا من اجل الاستعداد لملاقات فريق سان داونز. خلاص طوينا الصفحه، قفلنا صفحه مباراه الانسحاب امام نادي الزمالك في انتظار المباراه القادمه ان شاء الله امام فريق سان داونز. زي ما قلت لك دلوقتي يا كابتن اسلام خلاص لعيبه النادي الاهلي دلوقتي بتتوجه الى غرف خلع الملابس. هيكون في مؤتمر صحفي لمستر ريني فايلر خلال الدقائق مع الزملاء الصحفيين يا كابتن اسلام. طيب يا ريت تقولوا لنا برضو ماذا قال ريني فايلر عن هذه المباراه بعدما يتم المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح.